بتذكر ضيعة من أنا وصغير، ضيعة كتير معروفة بلبنان بحجرها القديم وبأرميدها الأحمر. في أكثر من 17 كنيسة مكتفية ذاتياً وفيها مأمور النفوس لأكثر من 40 ضيعة. أكيد عرفت عن مين عم بحكي، عم بحكي عن دوما. دقت لي إليان وقالت لي بدي أعرفك على ضيعتي. إليان أنا أكيد أنه اليوم الضيعة بتطلع بتعقد وبرمي بتعقد. بونجور جمال. بونجور. كثر خير، الله ما يشفعك. روح طالع على دوما، صار 7 بكره في يجي لعندي، بكون معي بكير. 6. شو الترويقة اليوم؟ اليوم الترويقة بيض عادة، بيض بقورمة، كشك، زعتر، جبنة، زعتر مع جبنة. هنبلش بالقهوة تنفتح عيوننا. يلا. بيت الفخارة، في أحلى منه؟ مع قورمة من الضيعة، الزيتونات من المنطقة، لبنة بلدية، زيت الزيتون، شو حلو عن جد، شو حلو. ما خلصنا بعد؟ لا ما خلصت الترويقة. الترويقة آخر شيء تجي مع الحلو البلدي والراحة شغل الضيعة. الراحة شغل دوما. بعتقد أكثر من الراحة التركية. مرحبا جوزيف. أهلا فيك أنطوني. أنت جاي على بيتك، انت جاي على بيت ضيافة عمره 170 سنة. نحن بنستقبل الأشخاص الحبوبين اللي مثلكم لنفرجيهم كيف نحن عشنا وكيف جدودنا عيشوا. هذا بيت الضيافة، هلا كنت عم شوف مقسوم على طابقين، في أوضتين نوم. صح. وكل ما واحد يقطع من زاوية لزاوية في شيء قديم. في عدة شغلات بقلب البيت، مثل الحارون ما بتشوفوه بقى، مثل المورج يلي بنحط على البيدر بيفصل التبن عن القمح. مرحبا. اهلا وسهلا، كيفك كمان؟ اهلا وسهلا. دوما كانت مدينة صناعية، مشان هيك بتشوفها كانت كبيرة وغنية، وهي كانت أهم مدينة تصنع الحديد بكل الشرق الأوسط. كانوا يعملوا فيها نضاوي الخيل، كانوا يعملوا فيها البوابات السيوفي. أنا حبيت من هذا البيت أعمله متحف صغير لذاكرة دوما وذاكرة لبنان. يعني دوما كله ويمكن تاريخ لبنان بهيدا البيت. ما بعرف اذا مفتوح لكل الناس تجي تزوره، بس الاشياء اللي موجوده فيه فعلا كلها درسناها بالتاريخ. أي سنة انبنى البيت؟ هيدا بقدره 240 سنة عمره، بيت جد اشترى من 108 سنين. هاي وثيقة الشري، اشترى رفيق ب 42 ألف فلس. شو هي هالخزنة؟ خبرني. يلا اتفقنا. هيدي قديمة، هي بعض الناس بتضب بريطة عندك؟
اليوم تفتحت العالم صار في بنوك بياخذوا فايده، انا ما بعطيهم فايده. هاي الخزنه موجوده من قبل الفايده، من قبل البنوك. كنت اسمع جدي يقول لي يا ابني بتتذكر ايام الليره؟ اكيد بتذكر، بس ايام الليره اللي كانت تشتري شيء كثير مهم. محل موني بالسوق القديم بدوما، كل الموني معمولة هون بالضيعة؟ معمولة معمولة يعني. خبريني شوي شو مشهورة دوما فيها؟ كل شيء. جبنة مع زيت. زعتر. كبيس. كنا عم نتمشى بالسوق وانعزمنا على قهوة، ميرسي على القهوة مدام جوزفين. يا هلا. المونة الدومينية هي بعدها بالسوق القديم، محل بيفتح كل يوم اللي بحب يطلع فيه ياخذ مونة الدوم. بالصيف وبالشتي وقت ما بيكون في طلب. طوطة. انه كله على الرسمي بدك اياه. ايه. مرحبا. اهلا وسهلا. في محلين مونة بدوما. نعم. لفت لي نظري هو الصابون، بتعملوا الصابون بالضيعة؟ صابون وزيت وزيتون من عندنا كمان. يلي بيطلع يشتري مونته من دوما. ايه. بشو مشهورين؟ شو أكثر شيء عندكم؟ عندنا زيت، عندنا الروحة، الزعفر، كل شيء إنه مونة دوما. مايس كيف من دوما. أنا من مواليد 44، يعني عاصرت السينما. بذكر أعطيك شيء، هيدا القسم كان بثلاث أرباع، وهيدا القسم كان بنص، وقسم الإدمان بربع أرباع. وين هالبوظة؟ شفتها كل تشكيل من كل من جميع الفواكه والبطاطا. بالسوق بوظة الزحلاوي مشهورة كثير. عن جد بوظة بتاخد العقل، يا ريت في منها ببيروت. فتحت هيدي الاتوليه والرسم، وعم بستقبل تلاميذ كمان قبل الظهر من اعمار من 4 سنين ل 14-15 سنه، بيجوا بيتعلموا كمان رسم بالصيفيه اكيد. بس سيفود سلد مع فواكه من جميعه. واو حلوه الفكره من ناحيه حتى بالزيت قرشه بتعقي. واو
نادي دوما نادي عريق، بلش مع شبيبي حريصين على دوما، بيقولوا بالمحضر الأول تبعهم على فنجان قهوة هيدي بسنة 43. رجع أخذ علم الخبر سنة 1953، من هذيك الأيام لهون لهلا نادي دوما ناشر بالنوادي الثقافية الاجتماعية والرياضية. هيدا هي أجواء دوما، في واحد يرقب المطعم رايق، وأكيد مطعم تاني كتير مشهور اسمه سكلابيو، محل ما مثل ما سامعين والعانة سبت أحد، كيسكن. دوما اللي بده يعمل هايكينج في طريق اسمه سكة الشام، تطلع من دوما على بلوع بلع. نحن بمعصرة زيتون، يمكن أقدم معصرة زيتون بالمنطقة، بعد على الحجر، بعدهم موجودين، بحطوا الزيتونات هون، وعندكم حاجتين كتير كبار بيبرموا تيعصرون. الناس تحكي عن جهاد، جهاد شو بيعمل؟ والله أنا آمنت ببلدي وآمنت بضيعتي وصرت أبدي أشتغل فكرة ورا فكرة فكرة ورا فكرة لحتى اللي شايفه هلا صار أتوليه كبير وفي فوق 500 آيتم مشكل. أنطوني بتمنى تكون انبسطت بمشوار دوما، نحن باسم نادي دوما وباسم الشخصي منتشكرك ومنحب نقدم لك تاريخ دوما، منحب كمان نقدم لك عربون شكر منتوجات دوما من زيت وزيتون وصابون بلدي. مرسي مرسي كتير، اهلا وسهلا فيك، نرجع نلتقي بدوما قريبا. الله رب بقدر ضلني قاعد هون لبكره. كنت عارف انه دوما ضيعه مش مثل غير ضيع، بس ما كنت عارف هالقد فيها تاريخ، فيها قصه، تعلمنا كتير اشياء. مش بس هيك، فيها مطاعم كتير طيبة وفيها منتوجات كتير طيبة، بيناتهم راحة الحلقون يلي معمولة هون بدوما ويمكن أطيب من الراحة التركية، الصابون، الزيتون، منتوجات التفاح وزيت الزيتون. هيدا هي دوما، وبعتقد جربنا نفرجيكم إياها بأحلى منظارة. نلتقى حلقة الجاي.